هذا سائل يقول: معلم قال لطلابه هذه الأقوال. أولا: إن الله استوى على عرشه من غير مناسة ثم تراجع، وقال: أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عبس وتولى ثم تراجع، وقال: ونسب أيضا لشيخ الإسلام القول بالتسلسل ثم تراجع، وهكذا عدة أخطاء ويتراجع، فهل يدرس عند مثل هذا الشيخ؟ هذا مشكك، هذا يشكك الناس في أمور عقيدتهم، ولا يجوز أن يدرس عنده ولا أن يتلقى العلم عنه، لأن هذا من أهل الضلال، يشكك الناس ويظهر عقيدته الباطلة، فإذا رأى الناس استنكروا عليه أظهر التراجع خديعة، ألا يجوز قبول هذا الشخص ولا التتلمذ عليه، ويجب الحذر منه. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح أن يقال عن أهل السنة إنهم أقرب الطوائف إلى الحق؟ هل يصح أن يقال عن أهل السنة إنهم أقرب الطوائف إلى الحق؟ هم أهل الحق، ما يقال أقرب، يقال هم أهل الحق، هم الذين على الحق. أقرب هذا اللي عنده ضلال ولا شيء من الضلال، يقال أقرب. أما أهل السنة ما عندهم ولله الحمد ضلال، فهم أهل الحق. نعم. ومنها قوله: أهل السنة هم أقرب الناس إلى أهل الحق، ونسب هذا إلى شيخ الإسلام بن تيمية. فلما رجعنا المسألة وجدنا أن الرجل لم يحسن النقل، هذا يدلك على جهله أو لعبه، فابن تيمية ينقل عن بعض أهل الأهواء هذه المقولة ولم يقررها هو. فرق بين المنقول والمنقول.